ما عندهم لا شرعيه، هذا مكتب غير قانوني، وحنا في الاول صبرنا على الحسنيه، ولكن ملي كيتقصى واحد من الحق ديالو هو اسمح لي شادي زعما هادو واش هادو واش هاد البلطجه ولا حسنيه راه كنعرفوها راه ما جايينش منها. ودابا غير هاد القضيه اللي داروا دابا الا غادي تعلم باش ما يتبقاش الجامع العام وسير تما وقولها، ماشي تصيفط لنا المدير ديال لوطيل. ما دخل المدير ما عرفت، هذا كيقول لك انا عندي الصداع، الا ما عندك الصداع ما ديرش الجمعه العامه. راه الجمعه العامه راه فيها النقاش وفيها هذا وفيها، ملي كنا مزيانين راه كنا كنمشيو، ملي كاين خلاف راه شي مصلحه الحسنيه، وهاد الناس هادو راه حرام يشدوا الحسنيه، اقسم بالله العلي العظيم، كان 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 سميتو نضاربوا ونتقاتلوا وفي الاخر كنرجعوا له، لان مصلحه الحسنيه هي الاولى. صحيح. والحسنيه دابا الحمد لله راه صوفار، راه ما حاشا، وهذاك راه دار لك كذبه وضيقه. فهمتي؟ كذبوا عليها شي اخوان هنا ودار لك كذبه وضيقه بان راه هو في الجمع العام، الجمع العام العادي لا خص يكون جمع عام استثنائي، هو طلبات منه هذه اللجنه، واللجنه اللي خصها تكون ثلاثه ديال الاشخاص، وهادشي كامل هو متيق كذبه وباقي كيضحك عليه صاحبه. درنا الطاع الاول، درنا جوج ديال الدعوات دابا، هذا ديال توقف الدوله الدعوه استعجاليه باش يتوقف الجمع، تاجيل لا ما تحكمش فيها بالرفض، وكاينه الدعوه في الموضوع. 60% ديال هاد الناس هادو ملي كانوا عندهم المشاكل العام اللي فات مع دور راه في الدار عندي، كانوا العام اللي فات هذاك العام وجدنا لهم لائحه وحطيناها لهم، واليوم كيقول لك اودي راك ماشي منخرط، اودي انا ما كاين مشكل. واش الحبيب ماشي منخرط؟ الحبيب كيتسنى في الابعاد ما مدين ما كان هضروا علاش كيدير. شوف واش الحبيب ماشي منخرط؟ واخا هذا السيد اللي في اللجنه المؤقته اللي علن عليه الجمع العام كتقول لك اودي عندك القاموس وعندك باشوت وعندك سعيد بن جلول وعندك سميتو جوارح، خديتي منهم جوج وثلاثه اللي ما معك، واش انا غير اللي ما معكش انا ضدك؟ راه ماشي هادي، راه هادشي راه الامور ما كتمشاش هكا، وراه مغرب اخر هذا. لا كنظن ان هاد 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 الواقع اللي وقع اليوم، هاد المشكل اللي وقع اليوم ما عمره وقع في التاريخ الحسنيه، ومع الاسف الحسنيه وصلت لواحد المستوى، واحد المستوى اللي ما كيشرفش هاد المدينه وهاد الجهه مع الاسف. ايوا المصير صعيب، المصير صعيب، لان هذا الشيء اللي وصلنا ليه غير معقول. الناس جاوا باش يخلصوا الانخراطات ديالهم، جابوا الشيكات ديالهم وترفضوا، لان الرئيس فاش كيكون الرئيس كيكون رئيس جميع المنخرطين، ماشي فقط المنخرطين اللي معاه، جميع المنخرطين كيكون هو الرئيس ديالهم، وكل شيء خصو يدخل، كل شيء خصو يدي الانخراط ديالو، ويكون نقاش ديمقراطي. حدا دي كل واحد يقول لي بغا، والناس راه عارفه شنو واقع في الحسنيه، والناس عارفين شكون تيدينو وشكون. راه دوزت انا 10 سنين في الحياه ديالي عطيتها للحسنيه، خليت ولادي خليت رزقي في الحسنيه.